بقول لك ايه، لو عمرو جه دلوقتي تبقى مشكله كبيره. اهدي بس بلاش قلق. ليه انت متاكد ان هو مش جاي؟ صح، خايف يعرف ان في فلوس بندور عليها. فلوس انت كمان مش عايزاه يفتكر ان انا بتمحك بيه. لا من ناحيه دي اطمني. ليه هو بيكلم حد تاني؟ نسيني؟ بطل يسال عليا؟ اكلمه لك؟ طب يجي يقول لك هو بنفسه. طب احنا دورنا في كل حته في البيت ده، لازم بقى نشوف ايه الحته اللي لسه ما دورناش فيها. الحته الوحيده هتكون الحمام يعني. بس هيكون خبى الفلوس فين؟ في الحمام. معرفش ورا ايه بلاطه هنا مثلا ولا ايه. بلاطه كله بيتغسل، لو اي حاجه منهم كانت ملخلخه كنت خدت بالي. بتفكري في حاجه؟ اكتر مكان بكرهه في حياتي الحمام ده. ياما وقفت قدام المرايه دي اقعد اتفرج على نفسي واعيط واتحسر على حياتي. انت عمرك فكرت تغسلي ورا المرايه دي؟ لسه بتبصي لي؟ ايوه طبعا افتكر. شيلي كده من قدام الناحيه التانيه. معقولة حران؟ لا تصدقي أنا نسيت أنا كنت عايز إيه. عاوز تطمن على زينة أكيد. لسه قافلة معايا في الطريق. يا بختك يا زينة. بختها على إيه؟ عشان رايحة لسمية برجليها؟ أنت عارف أنا أقصد إيه. بختها بيا يعني؟ على ايه برضو؟ ده حتى مشوار زي ده مش عارف اروح بدلها، مش قادر احميها. كفايه حبك ليها، الحب اكبر حمايه لاي ست. بابي اسال. لا استني شويه يا كرم. كراميلا تعالي. أول لما أخلص طبيخ هسألك اللي أنت عاوزاه. قولي لي بتحبي المكرونة بشاميل؟ زهقت، جربنا كل حاجة، عيد ميلادي، عيد ميلاده، عيد جوازنا، مفيش أي حاجة نافعة. أكيد هو هيختار باسورد أصعب من كده يعني، فكري شوية. مش كان جوزك ده؟ بس ما تقولش جوزك. فكك طيب من كل التواريخ اللي أنت تعرفيها، أكيد هو حتى لو كنت لقيتي الخزنة مش عايزك تفتحيها يعني. فكري كده إيه باسورد مخبيها عنك؟ ما هو لو مخبيها عني أكيد مش هبقى عارفاها يا فالح. حساب بنك مثلا اكتشفتيه بعد الحادثه؟ ما لقيتش اي حاجه زي دي، وبعدين هو جه انصح من كده بكتير، اكيد مش هيخبي فلوس النصب بتاعته في البنك. اياد. انت السر اللي كان مخبيه عني. تاريخ عيد ميلادك. ما اعتقدش ان هو فاكره اصلا يعني. طب جرب هتخسر ايه؟